السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا عند أم أركان. فكرة اليوم هو ورش لتدوير المتلاشيات. كما كتشوفوا قدامكم عندنا منظر جميل بإمكانيات جد بسيطة، طاولة انطلاقا من صناديق قديمة وكراسي انطلاقا من إطار عجلات. الفيديو ديال اليوم غادي نتطرق لكيفية صنع الطاولة، والفيديو القادم إن شاء الله غادي نديرو فيه طريقة صنع الكراسي. إذا كنت أول مرة تشوفوا القناة ما تخرجوا حتى تضغطوا على الزر الأحمر الموجود تحت الفيديو والجرس للتوصل بكل شيء جديد. تابعوا معايا المكونات والمراحل، ما تبخلوش عليها باقتراحاتكم وبتعليقات. أول حاجة غادي نحتاجوها لصنع تلك الطاولة، استعملنا على هاد الخشبة اللي على شكل دائرة. منين غادي تحصل على هادي؟ هي اللي كتكون فواحد الرولو اللي كيكون فيه الخيط، الأسلاك ديال الكهرباء أو الأسلاك ديال إيصال اتصالات المغرب أو الشبكة ديال التواصل. كانت عندنا ديجا في المستودع، احنا غادي نغسلوها باش ما يبقاش فيها التراب. بالنسبة لأي واحد بغي يدير مثلا هاد الورش داخل المؤسسة ديالو أو أوراش أخرى، يكفي مراسلات مصالح اتصالات المغرب أو مصالح الكهرباء باش كتابيا باش توصلوا بهادو، حيت هما ما كيبقاوش يستعملوهم مجرد انهم كيحيدوا منهم الكابل كيكون عندهم في المستودعات. كذلك هادو الصنادق اللي هما من المتلاشيات ديجا كانوا مهرسين، حنا عاد كنصايبوهم يعني بهاد جوج مكونات والمسامر ومطرقة زائد الصباغة. نوريكم الفكرة ونتمنى تطبق مثلا في الساحات المدرسيه، هكا يمكن للتلميذ اللي يجيب الكوتي ديالو ولا يلقى علاش غادي يوضع المسائل ديالو. تابعوا معنا المراحل. اول مرحله درناها هي غسلنا ديك الدائره حيت كانت في المتلاشيات. دابا غادي نعاودوا اعاده ترميم هاد الصناديق، يعني الجزء الاجزاء اللي خاصين غادي نسمروهم، الاجزاء اللي مهرسين غادي نقدوهم، وعاد غادي نلصقوا هاد الصناديق مع هذيك الدائره. بالنسبه للمرحله اللي من بعد، من بعد ما نظفنا هذا عاودنا داك الترميم ديال هاد الصناديق ديال الخشب، غادي نوضعوهم كما كتشوفوا فوق الدائره، وهنا غادي نثبتوهم بمسامير من الحجم الكبير. انا غادي نعتمد بان هذيك يكون لو بو ديالها الثقل ديالها كبير بزاف، وبالتالي غنعتمد على جوج. لو انها كانت اخف غير وحده، ها هادو الرجلين ديالها هكذا، هذه هي الفكره. ينقصها انها تصبغ بالوان اللي تكون تثير الاطفال الصغار. بالنسبه للثقب الموجود داخل ديك الدائره، اختارينا واحد الخشبه اللي السمك ديالها قد هذاك الثقب، ووضعناه الداخل ديالها وثبتناه في الارض وزدنا ثبتناه بواسطه المطرقه. بالنسبه للطاوله، من بعد ما ثبتناها هنا صيبنا ليها، درنا الكوش الاول بالابيض باش اي لون، وغادي نعاودو نزيدو حنا كنديرو لو كري من فوق. هذا هو الشكل اللي حصلنا عليه للاشاره. يمكن لك تبدا ترسم فيها تغيير الالوان ديال عده الوان، اضافه ان هذا الورش ما درتوش داخل المؤسسه بل في الباديه.